إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على أرضك بعد فريضة من فرائضك، يا رب اجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وانزع ما في قلوبنا من غل يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. أحبابي، سنتحدث عن إكسير الحياة كما يسمونه، أتحدث عن ذاك الكنز الذي بعضنا معاشر الأخيار تجاوز الأربعين إلى الخمسين، وبعضنا تخطى الخمسين إلى الستين، وبعضنا أقبل على السبعين، ويبحث عن هذا الكنز وما وجده إلى الآن. وما الشيب في بعض مفارقنا وفي لحانا، ما شابت هذه اللحى إلا بحث عن هذا الكنز. جميعنا ما تزوج متزوج، وما درس دارس، وما توظف موظف، وما أنجب زوج، إلا يريد هذا الإكسير الجميل، وهو العنصر المنشود والمبحوث والذي نبحث عنه جميعا، ألا وهو السعادة، الحياة الهنية، الحياة الرضية، قرة العين، انشراح الصدر، استقرار العيش، صلاح الذرية. قرة العين بالمرأة تقبل فتسرك وتغيب عنها فتحفظك، بركة الرزق لا تحتاج لمخلوق، إنه العيش الرضي، إنه العيش الهني، وهذا المطلوب للجميع. وبعضنا تجاوز الأربعين وما وجده إلى الآن ولا زال يبحث عنه. والعجب أن يبحث إنسان عن السعادة عند غير خالقها. أحمق إنسان على كوكب الأرض هو الذي يريد أن يسعد مع أن خالق السعادة لم يرضى بعد. ووالله إن أسعدنا لا أكثرنا مالا. انظروا في حياة البعض، البعض لم يتجاوز الابتدائية، البعض بالكاد يقرأ ويكتب، البعض سيارته منذ 30 سنة صنعت، شقته لا تتجاوز 80 مترا، صدره أوسع من المنطقة الشرقية، وآخر سيارتها 2015، وزوجته يغبطه الناس لجمالها ولثقافتها، أبناؤه في مدارس سما يسمونها تتحدث اللغات، الرصيد أصفاره 6، ولكن صدره أضيق من ثقب الإبرة. ولذلك من عدل الله أنه ما أعطى السعادة لعبد حاد عن طريقه، حاد عن طريقه جل وعلا وعن طاعته. أقسم بجلال الله قبل أن أتحدث عن أبواب السعادة وأن أتحدث عن أسباب السعادة وأنتم تعرفونها، أقسم بجلال الله الذي رفع سبعا بلا عمد ترونها، وبسط الأرض ونصب الجبال فوقها، أقسم بنور السماوات والأرض، لا يسعد عبد عصى خالق السعادة. اتفقنا. ولذلك تسأل عن بعض المستوحشة نفوسهم، من 20 عام كان في بلادنا هنا الطبيب النفسي الذهاب إليه مسبة، والحديث مع والدخول إلى عيادته عورة، حتى أن البعض كان يسمي الطبيب النفسي طبيب المجانين، وهذا تسمية خاطئة وكلام غير صحيح، بل هو طبيب يعالج النفس المتلومة والنفس المتصحرة والنفس المستأسدة، ويعين الراقي ويعين المريض على خروجه من كربه. لكن الآن بعض أطباء النفس مواعيدهم 3 سنوات، وإنك لتعجب، بل إن طبيبا، وأنا عضو في الجمعية، جمعية الطب النفسي، طبيب يقول لي: يا شيخ، 35 من أطباء النفس
يعانون الاكتئاب، وهو يعالج الاكتئاب. البعض منا أحبابي قرأ وحفظ ودرس وتحدث اللغات، لكن فيه لغة جميلة للسعادة ما بعد تعرف عليها، وهناك مقطوعة جميلة ما ابتدأ يقرأها. ولذلك أسعد الخلق على وجه الأرض أقربهم لرب السماوات والأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجعل تذكرة السعادة ولم شعة النفس عمل صالحا، أي أطاع لا دنيا. أما تلاحظون أن الذين الآن ترى نصفنا ثلثينا بل أقول كلنا، ما الذي يوقظنا من صباح كل يوم؟ ألسنا نريد الرزق؟ أو يوقظنا أبناءنا نريد الدراسة لهم؟ بعضنا الآن حتى لو يريد أن يشتري جاكيت أو ثوب جميل قال لا، الأولاد أولى. بدينا نحرم أنفسنا حتى زهرة الدنيا عشان أبنائنا. وهل الأبناء جميعا أحبابي قرة عين؟ لا والله، بعضهم يقورون العين، وبعضهم والله إنا نربيهم ونحن نعلم أننا لن نذوق برهم ولن نذوق نفعهم، ومع ذلك شيبت اللحى والرؤوس. ماذا نريد في الحياة؟ إذا ما قرت عيني بأبنائي وبزوجتي وعشت معهم جنة اللقاء والالتفاف، ماذا أريد بالزواج أصلا؟ أحد المتزوجين في أول عام تزوج سئل عرف الزواج، قال جنة الدنيا. فلما سئل بعد أن أنجب عرف الزواج، قال شر لا بد منه. لماذا تغيرت الحال مع أن الله جعل زينة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن سنتحدث الآن انقلاب الفتنة والزينة إلى العداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولذلك بعضنا الآن يعيش العذابات، سكر ليس من أكل، ضغط، كوليسترول، اكتئاب، قلق، توتر، بعضنا وصل للفصام، ازدحم العقل، توقف التفكير، عاش البعض يفكر في الموت ويخاف منه ويفكر. الله، ما تلاحظون بعض الأمهات تقول الله ياخذني ويريحني؟ والله يا أم فلان لو أن الله بياخذس ويريحس الله ياخذس، لكن المشكلة إذا أخذك خاب ما تروح للجنة. ولذلك السعادة أن تكون في الدنيا تسير على مرضات الله، فيجعلك فوق الأرض في جنة، تحت الأرض في جنة، يوم العرض تجتمع بذريتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا الله من فضلك، نسأل الله الكريم من فضله. السعادة التي نبحث عنها في هناك أحد أسباب الاكتئاب، وقبل الاكتئاب قلق، توتر، اكتئاب، تتفرع الحياة، ضيق، حزن، خوف، قلق، رهاب، سمه اللي تسميه، وسواس قهري، أمراض عديدة، معظمها اللي يقول كيمياء المخ، واللي يقول شيطان، واللي يقول عين، وهي الحقيقة ضعف العلاقة مع الله. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كم قصر كان يملك؟ كم قصر؟ كم جنة؟ كم مليار؟ هو الذي لو أراد أن يجعل الله جبل الصفا ذهبا لقلبه الله ذهبا، ومع ذلك قال والله والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم. ترى الآن أننا خايفين من الفقر، وترى أننا نشتغل 14 ساعة خايفين من الفقر، ها؟ والحبيب يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن في بيوتنا وشققنا لو تسجن واحد شهر وتفتح الباب بعد شهر تلقاه قد سمن من النعم اللي عندهم بدون ما يطلع نعم. مو نحن عندنا أرزاق مو لعام بل لأعوام. والله عندنا أرزاق تكفينا، إذا هو ستر العورة وشبع البطن وأمن في مكانك اللي عندك في بركة. لكن خايفين من الفقر وخايفين. وأكذب كذبة في الحياة كلمة تسمى المستقبل. أنا أمن مستقبل أبنائي. أدرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك. المستقبل فين؟ مستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. من قال لك أن المستقبل فوق الأرض؟ لأن المستقبل ما يستقبلك ولا تموت بعده، وما في نعمة إلا وتموت بعدها. إن المستقبل تتخرج، طيب تخرجنا، طيب وصلنا للتخرج، طيب المستقبل تتوظف، توظفنا، تتزوج، تزوجنا،
تنجب أنجبنا وبعدين إلى النار أو إلى الموت إلى المستقبل، وهي وهي الكذبة التي عذبت كثيرا من الآباء وعذبت كثير من الأبناء. مستقبل، لا أقول ضيع الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ادرس يا بني، تفوق يا بني، لكن أعظم أمنية يا بني لا أن أجتمع معك في شقة تجري تحتها المجاري، لا، في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. هذه التربية الحقيقية. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحياناً قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من إنفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف، وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا كذبت، والله لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والعبودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. وقلت في محاضرة قديمة أعود، نحن أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأن كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 شهور قطعناها وربطناها وفتح الله لك بدل طريق طريقين، حليب من ثدي من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحى وكبرنا وخذنا ماجستير وود ثانوي ومتوسط. هذا أحبابي، إذن أنا ابتدأت أخلط بين الأسباب فاسمحوا لي، لكنه اندفاع لعله مبرر. السعادة، السعادة التي يبحث عنها هذا أليس البحر هذا؟ لو أي رأيت رجلا على شاطئ هذا البحر كورنيش الخضر ولابس إحرام يقول لبيك اللهم لبيك، وراكب مقارب ورايح شرق، وش تقول له يا شيخ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا الطريق لا يوصل إلى مكة، أتحرم وأنت على البحر؟ البحر هذا شرق ومكة غرب. قال الله قادر يجعل مكة شرق. نقول قادر بعد يعطيك عقل غير العقل اللي عندك، لأنه كان يبحث عن مكة في غير طريقها مثل بعضنا الآن. أعطيك مثال، بعض أبنائنا ما يصلي الفجر جماعة، صح؟ صح، أعيدها، صح، مستقبلهم ضايع، لأنهم يخرجون في الصباح للمخلوق وغابوا عن الخالق. الرزاق من هو؟ مدير الشركة؟ الرزاق ذو القوة المتين هو العلام جل وعلا، الحكيم، القرز، الغفور، الرحيم، الملك. إذا كنا نخاف على الاختبارات بعد أسبوعين، خايف على اختبار الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وما خفت على اختبار الله لعبده أن يقوم لصلاة الفجر، تربية. اسمح لي، أنا أب وعندي أبناء تخرجوا من الجامعة وعندي عيال توهم في أولى ابتدائي، يعني أب أتكلم بالأبوة، والله إنها تربية فاشلة وسعادة ضائعة. يوم نربي أبنائنا عشان ينجح في الرياضيات ويرسب في التوحيد، التوحيد خير من النوم، الله أكبر 4 مرات، أكبر يعني النوم أكبر، طامة وربي. ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر. عذبك ليه؟ أنت قاعد تربيه للدنيا، أنت تعبده في الدنيا، أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب، أنت ما كنت تعبده لرب العالمين. يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك. أليس المفهم هو الله؟ أليس المعلم أول معلم في الوجود هو الله؟ وعلم آدم الأسماء. أليس الله فهم سليمان وفهم إبراهيم؟ طيب من اللي فهم أبنائنا؟ ذكاء؟ بعض الأبناء حفظ حفظ حفظ، لما قبل التخرج ضرب عنده الميموري هنا وصار يهذي بما لا يدري وانتهى. وبعضهم حفظ 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 وراح خذ بعثه وما رجع من البرازيل ولا من بلجيكا ولا هولندا ولا وخلى أبوه شايب يبكي يتمنى يراه بسكايبي ولا يكلمه. هذه تربية مهترئة، أن نربيهم على أن السعادة فوق الأرض، أو أن السعادة لا يملكها إلا ذكاؤه وحنكته وعلمه. ويل وترى أحبابي إن أحد أسباب الشقاء في الحياة أن بعضنا مؤمن بأفكار خاطئة وبقواعد خاطئة في التربية وفي النظرة للحياة. الحبيب ماذا يقول؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام تعيسى، لاحظ تعيسى ضد التعاسة، ضد إيش؟
ضد السعادة. قال تعس عبد الدينار، تعس يعني اللي اجمع يا بابا اجمع، وانا وهو يجمع وبيشتري شقة وحادث عند التقاطع مات. العجيب لما مات الميت الله ما سأل عن كل اللي كان يشتغل من 60 سنة، سأل من ربك باختصار، هل الله في قلبك؟ هل كان عظيما؟ هل أنت تحبه؟ ترى بعض أحبابي بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله، يحب الريال، يحب الجاكيت، يحب الكرافتة، يحب الثوب، يفصل مدري وش. قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس ولا شيك، وإذا شيك فلا انتقش، عاجز شقي. خرجت يوما لعملي في الرياض وأنا أعمل في وسط الرياض، فقلت أختبر اختبار، التفت على الناس في السيارات موقفين عند الإشارات، وها وبيني وبين عملي ساعة كاملة من بيتي إلى الوزارة، وزارة التربية. فلما أن أتلفت يميني ما وجدت أحدا مبتسما، كلهم كشرين. فلما وصلت آخر إشارة قلت أعوذ بالناس، الناس مكشرين ليه؟ نزلت المظلة شفت المراية أنا مكشر، كلنا خربانة معنا. فقلت لماذا رحلت الطمأنينة والابتسامة والرضا من وجوه كثير من الناس؟ يا أحبابي بعضنا لو ياخذ قلم ورقة يحسب الأيام التي سعد فيها وانشرح، والله 60 سنة ما تقدر تطلع 10 أيام، 10 أيام ما تطلعها كاملة، والله مصيبة. طيب أنت مخلوق لمن؟ كلنا شغ يسب الدنيا والناس. طيب الدنيا كما قال الشاعر، بالله عليك الدنيا لمن؟ أنت زعلان عليها ليه؟ هي لك، لماذا لم تسعد؟ انظر في صفحة حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا أخي سعداء، يا أخي 3 أشهر ما يأكلون إلا تمرا وسعداء. محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار يملك قميص واحد. وفي حديث حسن لما علم أن بزازا من الصحابة أتى بقمص من الشام يتاجر بين مكة والشام، قالت عائشة لو أرسلنا له يا رسول الله نشتري لك قميصين، قال من أين؟ من وين يا عائشة؟ قالت دين، يعني إذا عاد مرة ثانية نعطيه بدل القميص بدرهمين نعطيه 3. قال إن رضي، إن كان وافق. ذهبوا إليه سألوه رسول الله يشتري منك دينا، امسك أعصابك لأنك بتزعل أنا عارف، قال لا أبيع إلا ناجزا، ما أبيع دين. واللي بيشتري محمد بن عبد الله ما باعه دين. قال نصبر على هذا القميص، أنا وإياك الدالوب والدرفة الملابس ومخزن الملابس ممتلئ، ومحمد بن عبد الله ليربط على بطنه الجوع الحجر من الجوع. أقسم بالله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أشبع أنا وأنت، نكتسي أنا وأنت ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قميص واحد وجائع. لما؟ لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، وكان سعيدا. الشاهد هنا أنه كان سعيد، وكانوا يبكون في جوف الليل سعداء. كيف تجتمع العبرة والدمعة مع السعادة؟ إنه يناجي من؟ يناجي الذي وعد كل مؤمن إذا أحسن في إيمانه أن يغمسه، آسف، أن يصبغه في جنات النعيم صبغة. الله يجعلني وإياكم ممن يصبغ في الجنة صبغة. فإذا أخرج من الصبغة قيل هل رأيت شرا قط؟ جميع الآلام، جميع الهموم، جميع الأمراض، جميع الهم والغم مع صبغة في الجنة تنتهي. وكل لذة حرام ذاقها عبد في طريقه يريد السعادة وهو مخطئ، غمسة في جهنم تنسيه لذائذه. ولذلك أحبابي عندما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يا أبتي متى الراحة، أراد أن يصلح نعله. الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الذي حفظ الله به الدين والملة، عندما وقف طودا شامخا في وجه المأمون والمعتصم وغيره عندما دعوه لخلق القرآن أن يقول به، خرج وحذاؤه مقطوع. أهوى عبد الله إلى حذاء أبيه يريد أن يصلحه؟ قال دعه. وإلى قميصه يريد أن يصلحه؟ قال دعه، قميص دون قميص وحذاء دون حذاء حتى نلقى ربنا. قال متى الراحة يا أبتاه؟ قال الراحة إذا ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا.
ومع أول خطوة إلى الجنة هناك الراحة يا عبد الله. والله سعداء، نعال ما فيه، قميص ما فيه، في البيت لا في طعام، لكن هنا قلوب مطمئنة. القلق الموجود، مرض الضغط اللي موجود في كثير من الناس، الضغط، الغضب، الكوليسترول، الذبحات، الجلطات، صارت بضائع هذه الأعوام، باعها يمكن الشيطان، وباعها الهم والغم وغيره. نحتاج إلى قلوب مطمئنة. وأحبابي والله حتى الكافر، لا يوجد إنسان فوق الأرض إلا يبغى السعادة، حتى مروج المخدرات، حتى مستخدم المسكرات، حتى اللوطي أجلكم الله، حتى الزاني أجلكم الله، لا يوجد أحد يدب على الأرض إلا يبغى السعادة. واسأل أي إنسان عاصي، قال أنا عاصي عشان السعادة. لماذا تزني؟ يريد السعادة. لماذا تشرب الخمر؟ يريد السعادة. لكن هذا مثل الذي لبس الإحرام وعلى الهافمون، يبحث عنها في غير مكانها. أما العبد المؤمن فإن مكانها معلوم. والله لقد وصل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، طلاب مدرسة النبوة، على معلمهم وقائدهم صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار أفضل صلاة وسلام، علمهم، تدرون علمهم ماذا؟ المنهج الذي أعطاهم صلى الله عليه وسلم، أعطاهم منهج التعلق بالله وحب الله. لذلك الصحابة أول ما أسلموا أخرجوا كل حب، صنم، خمر، زنا، ثارات، يريدون أي أمر كان العرب عليه قديما من مكارم من مساوئ الأخلاق، أخرجوا كل حب فأدخلوا حب الله في قلوبهم. وهذا أول سبب من أسباب السعادة. فلنفتش قلوبنا. والله العظيم إن بعضنا يحب 500 والدولار واليورو أكثر من الله، وبعضنا يحب زوجته أكثر من الله، يحب ابنه. أعطيك خبر، أعطيك مثال على أننا نحب أبناءنا أحيانا أكثر من الله، نراهم يعصون الله فلا نثرب عليهم، خايفين نكسر خواطرهم، خايفين نضيق صدورهم. وهذا الابن اللي أنا ما أبي أكسر خاطره ولا ضيق صدره، هو يوم القيامة أنا ما أسلم منه أمام الله. كم من ابن متعلق برقبة أبيه يوم القيامة. ولذلك أحيانا نحب الله، هناك حب آخر، ماتش كورة، مباراة، جالسين بالريموت، الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، ولا عندنا فيه أهم شيء نشوف البلنتي اللي بيدخل، ونشوف الشوط الإضافي الأول ولا الثاني. هو أحيانا نترك يطلع وقت الصلاة ونستيقظ معاشر الأحباب ونصلي على الفرغة، على الفراغ. ثم يدعي هذا الذي يصلي على مراده أنه يحب الله. طيب ليه ما تعبث بوقت الدوام؟ لماذا لك 20 سنة ما سجلوك متأخر واحد في الدوام؟ لماذا يا حبيبنا ما تأخرت ولا مرة في الدوام؟ وراضي عنك صاحب العمل الذي خلقك وخلق صاحب العمل غاضب عليك. لماذا؟ أحد أسباب أن الحب لله ليس في القلوب لربما كما يجب. صلاة الفجر غدا أو اليوم، اليوم أحبابي، إنه يمكن صلى بعضنا الخميس، ليلة يودي الأولاد للمدرسة، ها يفطر ويمشي للدوام. طيب الخميس والسبت، أو آسف الجمعة والسبت، اختبار حب الله في القلوب، ها وش أخبار الحب؟ يستيقظ بعضهم يصلي الثانية ظهرا، بعضهم يصلي، أسأل الله العافية والسلامة. والله إذا قطع الاتصال بينك وبين الله قطعت السعادة عن حياتك كلها. الاتصال هو الصلاة. لذلك يقول بعض أهل العلم من أراد السعادة فليعرج إلى الله إذا صلى. الله فرض الصلاة في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين؟ ولا بيت فرضها في السماء. لما؟ لقدرها عنده، ولا كفر إلا في تركها. قال ابن عباس وغيره: ما في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. اللي يترك الصيام عاصي مرتكب كبيرة، بشرط أن لا يستحل ترك الصيام. اللي ما حج إلى الآن عاصي مرتكب كبيرة بس مسلم. اللي ما زكى مع أنه بخيل عاصي مرتكب كبيرة مسلم. ما صام عاصي مرتكب كبيرة مسلم، إذا ما جحد بوجوب الأركان. لكن ترك الصلاة متعمدا تكاسلا، ارتد عن ملة الإسلام في أصح أقوال أهل العلم. واحد ما يتصل بربه كيف يسعد؟
ولذلك أحبابي ميزان السعادة، أنت تبغى تضبط إيقاع الحياة، تريد تضبط إيقاع حياتك، اضبطها بضبط صلاتك. واحد يصلي على الهوى، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويقعد يحك راسه أنا صليت ما صليت، توضيت ولا ما توضيت، ضايع حياتك ضايعة. أحسن الله عزائك، الرقم غير صحيح، الرقم لا يوصلك إلى السعادة. لذلك من يوم أن ترى الإنسان يصلي على هواه بلا أن تسأله، اعلم أن حياته متذبذبة. الله عظيم الذي أيستوي من يسجد لله سجدة تساوي صلاتي وصلاة من مثلي؟ صلاة سجدة، أنا رأيت رجل سجد سجدة في المسجد الحرام 40 دقيقة في جوف الليل، والله 40 دقيقة، وأنا كنت ماخذ عمرة وما أبغى أستاجر، أبغى أرجع للرياض، مو طيب فيني داخل الحرم، ما عندي مكان آخر. صلينا 2 3 4، جلسنا بجوار الرجل ما رفع رأسه، خشينا أنه مات. فبعد 40 أو 41 دقيقة قال الله أكبر، إذا وجهه كالشمس في الشمس كأنها في مفرقه وكأنها في وجهه نور. والله لو لم يكن متلذذا بمناجاة الله ما سجد 40 دقيقة. إذن أكبر سبب من أسباب السعادة، خذها، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والحديث الحسن قال ذاق طعم الإيمان، يا اللهم ارزقنا طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وبعضنا يدعيها بلسانه لكن أفعاله ياكل ربا، يسمع غنى، يلعن بلسانه، يشاهد نساء عواري، عينه خائنة، بدنه نبت من سحت، الصلاة على كيفه، ثم يقول آمنت بالله. الله يصبحك بالخير، الله يجزاك خير، أي إيمان هذا؟ أعطيك مثال أحبابي. ولذلك كان من دعاء الحبيب دعاء عظيما، لو أنك في صحراء انقطعت السيارة، انقطع البنزين، وبينك وبين المدينة 50-40 كيلو، مشيت في الظهيرة حتى رأيت الموت بعينيك، وصار أمامك السراب، وصار الهلاك أقرب إلى أقرب من النجاة، وبدأت تتكلم، بهذر، تهذي بما لا تدري، مزقت ملابسك، تمشي تحت الظهيرة، أيقنت الموت، جلست تحت شجرة، رفعت العين إلى السماء، إذا برجل يقدم لك هذه القنينة من الماء، كم تساوي هذه؟ وإذا شربتها ما طعمها؟ والموت بينك وبينه دقيقة، وشربت الماء قدمه أحد. قال أهل العلم إذا لم يكن الله حبه في قلبك أحب من الماء البارد على الظمأ فإيمانك يحتاج إلى مراجعة. ولذلك 3 من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تحبها تحبه، ليس حب شفهي. أحبابي نحن عندنا أبناء، لو أقول لابني يا عبد الله أعطني ماء، قال آسف، طيب لا تخرج من البيت، قال آسف، طالع، طيب لا تضرب إخوانك يا بابا، قال لا والله أنا ضاربهم، وكل أمره ثم بعد أن رفض أوامري أتى إلي وأهمس في أذني، قال أبوي والله أني أحبك. أصدقه أحبابي، أصدقه، أقول كذبت، لأن دليل الحب الصادق أن تطيع المحبوب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن حب الله، حتى لا أطيل عليكم معاشر الأخيار، حب الله باب من أعظم أبواب الوصول للسعادة. وأحبابي أنا أطلبكم طلبة وقبله على رؤوسكم، فتشوا المحبوبات في قلوبنا وأخرجوها كلها، ثم ضعوا حب الله واجعلوا ما بعدها أي حب بعده. لكن إذا قفز حب الدنيا، النساء، المال، البيع، الشراء، قرأ الفضيلة الشيخ اليوم آية جميلة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن التاجر اللي يسمع قد قامت الصلاة ولا يأتي هذا من شرار الأمة، منزوع بركة ماله. فإن الله إذا أراد أن يعذب عبدا أعطاه،
ترى ما يأخذ منه، لأنكم تلاحظ بعض العصاة عندهم ملايين يا أخي، وعماير وأبراج وسيارات، ويصيف في دولة كذا، وعنده سيارة ما أدري وش اسمها ب700,000، والأخرى لا أعرف وصفها بمليون، ومع ذلك تقول كيف الله لا يحبه وهو يخوض في نعمه. الله إذا أحب عبدا لربما أخذ منه حتى يبقيه ضعيف متضعف، يرفع يديه إليه ثم يستجيب له. وإذا أراد أن يعذب عبدا أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم أشقاه بما أعطاه. ولذلك القرى التي تحيد عن الطريق فلما نسوا ما ذكروا به، المفروض ماذا؟ أخذناهم؟ لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذوا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أسهم ها بالأخضر ثم انكتشب بالأحمر، ها رجعت كلها على رأسه صحيح، ثم بعد ذلك مرض نفسي، ثم قلق، ثم المرأة طلقت، الابن ظل، هذا في إيدز، هذا في سرطان دم، هذا في ورم خلف الأذن، وهذه ورم في رحمها، عذاب. نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص سكروا بالشهوة الدنيا، أخذناهم بغتة. نسأل الله العافية والسلام. إذن حب الله في القلب بوابة السعادة. ومن أسباب أحباب السعادة تذكر الآخرة. البعض منا إذا كان مبسوط تقول له اعمل لأخراك، قدم لأخراك، اعمل وقف، أوصي. تصدقون بعضنا الآن الليلة سينام وهو لم يكتب وصيته؟ واحد يقول يا شيخ أخشى أكتبها فيأتي ملك الموت بعدها. ومن قال لك يا أخي أن ملك الموت مربوط بوصيتك؟ وبعضنا لو مات والله إنه يعذب في قبره حقوق عليه ما يعرفها أحد، أو بعضنا أبناءه يتقاتلون في المقبرة. أعرف رجل بنى بيت ب6,000,000 وعمارة ما أدري بكم، تضارب أبناؤه في الرياض في مقبرة النسيم، وكان آخر فصول المأساة طردوا أمهم من البيت، طردوها والله طردوها، وسكنت عند ابن عم لها كبير سن في سطح بيت، وهو حياته كلها شابت مفرقه وحاجبيه يجمع. وكل ما سألناها أبو ناصر قال أجمع لهم أجمع لهم، والله كان يجمع لهم ليفرقهم. وبعدين يا أحباب ترى أكبر كذبة أننا نحن نغني أبناءنا، نحن نغنيهم. بعض الآباء موته هو سعادة أبنائه في الرزق، بعض أبنائنا إن فقراء في الحياة، فإذا متنا يغنيهم الله عنا، ويغتني أيتام أكثر ممن لو كان والدهم عندهم. نحن لا نرزقهم، نحن نسبب العيش الكريم لهم. ولا أن تترك ورثتك أغنياء خير. من تذكر الآخرة من أكبر ما يضبط سرعة الحياة. أنت لماذا لا تأكل حرام؟ لا أريد أن أحارب الله. طيب أنت لماذا لا ترى للمرأة الجميلة هذه طالعة في القناة الفلانية وصدرها ظاهر أغمض عينيه وغض بصره؟ يا أخي وسع صدرك. قال إن نظري إليها نظر الله أسرع من نظري إليها، فأستحيي من نظر الإله. بيض الله وجهه سعيد. ومن كف عينه عن الحرام أورثه الله حلاوة يجدها في شغاف قلبه. تذكر الآخرة. أنت لماذا مظلوم ومبتسم؟ مظلوم ومبتسم ليه؟ بعضنا مظلوم وجت جلطة، وواحد مظلوم مبسوط ليه؟ قال الحمد لله، أنا كنت أريد في الخبر أشتكيه في محكمة الخبر عند قاضي الخبر، الآن أنا رفعت المعاملة عند رب العالمين في محكمة قاضيها هو الله. حسبي الله. واللي يقول حسبي الله هذا مش ضعيف، هذا أقوى منك. حسبي الله معناها البشر لا أريدهم، قضاة البشر لا أريدهم، أريد العظيم الملك القوي جل وعلا، هو الذي ينصرني. إذن هذا هو التذكر. الآخرة يجعل كل أعمالنا أحبابي، بدل ما تكون أعمالنا دنيا دنيا دنيا. أخي خلي كم عندك؟ مليون؟ طيب لماذا لم تتصدق بنصفها بربعها؟ خايف على العيال؟ طيب أنت قبرك مؤثث، جميعنا غرفنا مؤثثة، وبطانيات ومفارش وعطور وزهور وشموع ما شاء الله.
ما أجمل غرفة نومك وما أقبح القبر الذي ستنقل إليه. حياتك تؤتت هذه الغرفة وما أتت ذاك القبر. أحبابي والله نحن قادرون على أن نؤتت قبورنا بأن نرفع بعض دنيانا التي وهبها مولانا إليه، فهو الذي استقرضنا. بعضنا يا أحبابي كم تتصدق بكم؟ الآن أنت لو خرج فيه فقير تتصدق بكم؟ 5 50. من أليس من ضعف الحياء من الله أن تطلب من الله مئات الألوف والملايين وتعطيه ريالات؟ أليس هذا ضعف يا أحبابي؟ في شك في التوحيد، في لخبطة. أنا أتصدق بخمسين، 50 50 5 10 100، إذا وصلت 500 وأبغى من الله 50 مليون، وش رايك تبغى مليون؟ الله يبشر، ادعو لي يا شيخ. تبغى من الله كثير وتعطيه قليل، لما؟ لأنك لا تثق أن الله، أو لا أثق أنا، آسف استغفر الله، لأني لا أثق أن الله يخلفه. وما أنفقتم، أليس الله قال فهو يخلفه؟ أنفق يا ابن آدم، أنفق عليه. إذا كان أبو بكر يخرج المال كله وعمر نصفه وعثمان يجهز الجيوش، معناها كانوا يفكرون في الآخرة. وبعضنا الآن كل اللي عنده يجمع يجمع. طيب أسألكم بالله، لو دخل ملك الموت مع هذا الباب، ترى هذا مثال، لأن بعضهم يقول أتى الشيخ بملك الموت معه وبيأخذنا، لا لست هادم اللذات. دخل ملك الموت وقال الله يمسيكم بالخير، سأقبضكم الآن، من أحب لقاء الله سأقبضه الآن، والذي يريد أن أمهله أسبوع سأمهله، من منا يريد المهلة؟ أولكم والله أنا، على طول بدون تفكير مهلة. في أحد بيقول اقبض الآن؟ ما أظن، والجميع كلنا مهلة ما شاء الله. طيب الأسبوع هذه هو سيأتي إلينا الجمعة القادمة في نفس الوقت ليقبضنا، هذا الأسبوع ماذا ستصنع فيه؟ ماذا ستصنع؟ تبني بيت؟ تتزوج؟ تبيع فواكه وخضار؟ تروح للدوام؟ والله لا دوام ولا غيره، والله ولا بيع ولا شراء ولا زواج ولا غيره. ماذا تريد تصنع؟ ستريد ترتب حياتك الأخرى، ستتصدق وتكتب الوصية وتصلح مع اللي، صحيح؟ طيب اللي منكم عنده وثيقة من الله ألا يقبضه إلا بعد أكثر من أسبوع يرفع يده؟ ولا واحد، لا أنا ولا أنت. طيب لماذا يا أخوان؟ اللي كنت ستفعله في أسبوع افعله الآن، الآن، الله يحفظك. بعضنا ركب سيارة الآن، كلنا ركب سيارات، اللي ركب، أليس هناك ركبوا السيارات أناس ما وصلوا؟ ما وصلوا. حوادث المرور من وين؟ أليس من إخواننا وجيراننا؟ هل أنت تحب لقاء الله؟ بصراحة خليك صادق مع نفسك وأكون صادق مع نفسك، أنت تحب لقاء الله؟ بيقول كلنا نعم. طيب ماذا قدمت لهذا اللقاء؟ كم قدمت من مالك؟ كم قدمت من ركعة في الليل؟ كم قدمت من ختمة للقرآن؟ كم قدمت للعفو عن الناس؟ كم قدمت؟ البعض حياته في الصدقة وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي النوافل صفر، ويقول أحب لقاء الله. لا والله، هل يستوي ذاك التقي النقي العابد الذي له بلوي في جوف الليل وهو يناجي الله كمن شخيره قد أيقظ من حوله؟ لا يمكن يستوون. إذن أحبابي، تذكر الآخرة من أسباب السعادة. من أسباب السعادة أيضا الرضا بالقضاء. هل يوجد في الحياة شيء اسمه صدفة؟ يوجد أحبابي صدفة؟ يقولوا يا شيخ قابلتك صدفة، قابلت فلان صدفة، أكذب كلمة كلمة صدفة. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر. لو مات ابني أو ابنك قدر، إذا ولد ابني أو ابنك قدر، تحترق بيتي أو بيتك قدر، أبني بيت أو تبني بيت قدر. نحن في أقدار الله ونحن لا نخرج عن حول الله وقوته. تدرون أسعد الناس من؟ الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. مات ابني الحمد لله، ولد ابني الحمد لله، في غير ذلك أحبابي تقدر تقول غير الحمد لله؟ لكن بعضنا الآن مهموم مكتئب. ليه؟ خسارات المال في سوق الأسهم، خسارات في بيعة معينة، خسارة في شركة توظيف الأموال اللي وضعنا فيها 60 70 مليون وأكلوها وحسبنا الله، وتلقى مشدود. وبعدين هل بكاؤك أو حزنك ردها؟
لأورثك الضغط والسكر والهم والاكتئاب، صح؟ ولم تؤجر ولا حسنة واحدة. لكن هناك عبد مبتسم راض بقضاء الله، مات لرجل أعرفه في، وهذه قصة جديدة، رجل في القصيم في الدوادمي، في المنطقة الدوادمي في الرياض، وقع على أبنائه الخمسة وزوجته حادث في طريق العودة من العمرة، وأدخلوا جميعا العناية المركزة يوم السبت. يوم السبت أول يوم ماتت الزوجة، يوم الأحد مات الابن الثاني، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كان يقبر آخر واحد، كل يوم يصلي على واحد. فنيت أسرته كلها، وجهه ما تغير فيه الرضا. اللهم إن كنت قد ابتليتني بأخذهم لتسمع ما أقول، لك الحمد فيما أعطيت وما أبقيت. الله سعيد. ويقدر يجيه مرض، يجي جلطة ويشد شعره ويصيح ويصرخ ويعطى المهدئات وينوم في العناية، وبعد ذلك يخرج وأبناءه تحت الأرض. أنت رأيت شيء من هموم الدنيا تحسرت عليه فعاد؟ إذا تحسرنا يعود؟ أسألكم بالله يعود؟ ما يعود. لذلك أسعدنا أرضانا بقضاء الله. وجهك اللي أنت الآن جملك الله به وعقلك، أنت راضي عليه؟ طيب لو ما ترضى على وجهك وش المشكلة؟ ترى بعض النساء اسمحوا لي ما رضيت على خلق الله لها، ولذلك 80,000 70,000 في عمليات التجميل. لكن أتكلم عن الذي إذا ما رضيت على وجهك، هل يتغير وجهك إذا لم ترضى عليه؟ هو والله هذا الوجه ستبقى به حتى تلقى الله، لكن تتصالح معه. المريض الذي يدفع بالعربية، بعضهم مكتئب ويبكي، وبعضهم يلعب طائرة ويلعب سلة ومبسوط، كلهم على كرسي، هذا في قلبه الرضا وذاك نزع من قلبه الرضا. إذا أردت السعادة اعلم أن ما وقع عليك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من أسباب السعادة أيضا التخفف من حقوق الخلق. بعضنا حياته كذبة كبيرة، سيارته دين، الشقة تقسيط دين، البقالة حتى خبزه اللي بيأكل اليوم مسجل على الطلب دين، حياته دين، حياته كذب. ثم بعد ذلك يطرده الغرماء من سعادته وأنسه في بيته. بماذا؟ القسط حل، القسط حل، تجيب المال ولا الشرطة، ورقة خفارة، وأعوذ بالله، عذاب. أسعدنا الذي ليس في بطنه لأحد معروف إلا الله. إياك أن تعيش كذب الدين، إياك أن يغرك قروض التمويل، إياك وقروض المرابحة، بعضها حرام وبعضها حلال لكنها عذاب. إياك أن تكذب الذي لا تستطيع أن تشتريه نقدا فلا حاجة لك به. اللي مش عندي ما يلزمني، صحيح؟ يقولون كيبان اللي مو عندي ليه لا يلزمني. ولذلك أسعد الخلق أقنعهم. الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، وهو الإمام صاحب الأضواء، المفسر، الحبر، فهامة بقية السلف، نصفه فقد مات ما نغلو فيه. هذا الرجل يقول: أتيت من شنقيط، يعني موريتانيا، بكنز ما وجدت أحدا يحمل هذا الكنز إلا أنا. قالوا: وما الكنز؟ ذهب، فضة، دولار؟ قال: أتيت بكنز القناعة. ومات الإمام وهو لا يفرق بين فئات العملة، 10, 50, 100 والله ما يعرفها، يأخذ الفلوس كذا ويضعها في يد زوجته، يقول: أصرفي وتصدقي وأكرم الناس ولا تبقي شيئا، فإن الذي أعطانا سيعطينا غيره. ما أجمل التوحيد، لا تبقي شيئا، اجعليه لله، أنفق ينفق عليه. إذن التخفف من حقوق الخلق. من أسباب السعادة أيضا خلو القلب من الأحقاد والضغائن، وهذا باختصار خطبة اليوم اللي خطبناها وإياكم. خلو القلب من الحسد، من الرياء، من الكبر، من الضغينة، من البغضاء، من قطع الرحم. أي مرض في القلب هذه الأمراض أعطيك بسرعة؟ إذا كان في قلبك بغضاء فالبغضاء تحلق الحسنات. إن كان في
في قلبك حسد فالحسد يأكل الحسنات. إن كان في قلبك غيبة بلسانك بسبب مرض القلب فالغيبة تنقل الحسنات، هذه تحلق، هذه تحرق، هذه تنقل. إذا كان لديك رياء تعمل الأعمال حتى يمدحونك الناس، أبو فلان ما شاء الله كريم، أبو فلان كفل يتيم، أبو فلان اشترى كتبا كف، أي أمر تحب أن يثني الناس عليك به ولا تريد به الله والدار الآخرة عذاب. تبغى ترتاح اجعل كل أعمالك له، ولا تحسد مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. وأخرج الضغائن، وقلت اليوم أن بعضنا، من متى أنت ما تسلم على فلان؟ أي واحد، صديق، جار، صاحب، رحم، ابن عم، ابن خال، خال، عم، أخ، ابن أخ، أي رحم، من متى ما تسلم عليه؟ من ذاك التأريخ، لو من 20 سنة، من ذاك التأريخ إلى اليوم لم يرفع لك عند الله ولا ركعة واحدة. أيسعد عبد وعده الله باللعنة وقطعه؟ الله وعد القاطع أن يلعنه والهاجر أن يقطعه، فهل يسعد هذا العبد؟ أقسم بالله أن السعادة حرام عليه. ولذلك حرام أن تدخل الفرحة إلى قلب قاطع أو هاجر أو حاسد أو مبغض أو مراء أو متكبر، مستحيل، الفرحة حرام. ولذلك رجل في يوم عيد فطر قال الخطيب لأهل المسجد: ما نقول كل عام وأنتم بخير إلا للذين ليس في قلوبهم غل، لأن الذي في قلبه غل على مؤمن، حسد مسلم، اغتاب مسلم، قطع مسلم، هجر مسلم أكثر من 3 أيام، معنى ذلك أنه صيام في رمضان كله ما ارتفع إلى الله. ويوم العيد لا ننظر إلى الثوب الجديد، إنما ننظر إلى القلب الذي أخبت لرب العبيد جل وعلا. ولن يستطيع عبد أن يخبت حتى يغسل قلبه. تستحم، أجمل استحمام في الحياة استحمام القلوب. تتوضأ، أجمل وضوء في الحياة ليس في فروض الوضوء الظاهرة، إنما هي أن توضئ القلب وأن تغسله وأن تضع تعطيه شاور يومي قبل النوم، قبل النوم. وهذا الذي سبب الجنة لعبد من أصحاب رسول الله، قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ما عمله؟ ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله عليه. هو في الجنة قبل الجنة. لو دخل واحد الآن وقلنا يدخل الآن عليكم واحد من الجنة، نقوم نسلم عليه ولا لا؟ نسلم. وأول سؤال ماذا نقول بعد أن أقبل رأسه؟ أبو فلان، أسألك بالله، ما الذي دخلك الجنة؟ ما الذي سبب دخولك الجنة؟ هذا سؤال بديهي ولا لا؟ أخبركم بسبب دخوله الجنة بدون ما يدخل علينا أحد، فقد دخل على رسول الله. القلب السليم من أكبر أبواب السعادة، أن يكون قلبك إذا وضعت رأسك على الوسادة: اللهم إني أبحت أمة محمد كلها، اللهم من ظلمني أو اغتابني أو شتمني أو نم علي، اللهم إنه في حلم، اجعل ذنوبه نحوي بابا لرحمتك وعفوك. الله، ما أجملها. صعبة طبعا، إنما دعينا للي نحبهم، فكيف عاد اللي ما نحبهم؟ ولذلك هذا أحد أسباب أن السعادة ما سكنت بعض القلوب. مخموم القلب، قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب. مخموم القلب هو طاهر القلب. إذن السعادة بخلو القلب من الأدواء والأمراض. ومن أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق. والله يا أحبابي، إن في ناس يمشون على وجه الأرض أنهم كالملوك، تدري لما؟ يعتقد، اسمع، يعتقد أن رزقه الذي عنده ليس له. طبعا الرزق اللي عندنا لنا، صحيح؟ اللي في حسابك لك. لكن في بعض عباد الله لا يعتقد أن الله يرزقه لأنه يجمع المال وينفق على أبنائه. لا، نعم هو ينفق ويكرم أبنائه، لكن يعتقد أن لكل مسلم محتاج، كل رحم ضاقت به الأرض بما رحبت من أرحامه، أعمامه، بني أعمامه، خاله، أبناء خاله، يعتقد لهم حق في رزقه، فدائما يحسن إليه.
رجل في مكة رؤية في الجنة، هذه الرؤية متواترة، رؤية أنه في الجنة. ذهب الذي رآه ذهب إليه في مكة، بحث عنه، بحث عن هاتف الدليل، حتى وصل إليه في حي من أحياء مكة، في حي قديم. فلما أتاه إذا هو رجل عادي، لا طالب علم ولا يحفظ قرآن، وليس من الدعاة ولا من القضاة ولا من العلماء، رجل صاحب صلاة وصاحب سمت طيب. قال له: يا أخي، نعم نعم نعم، أنت؟ قال: وش أنت؟ تعرفني؟ قال: أنت فلان ابن فلان. قال: نعم. طبعا المعلومية، نحن في ديننا لا نبني على الرؤى أحكام، يعني ما نحكم لأنه في الجنة، واللي يبني على الأحكام على الرؤى هذول صاحب هرطقات العقيدة، لا، نحن بس نستأنس. أليس الحبيب قال: يرى له أو يراها، أي من بشرى المؤمن؟ فقال: نعم أنا فلان. قال: رأيتك في منزلة طيبة، ماذا، ما الذي عندك؟ قال: أبدا والله ما عندي شيء. فلما أن حاول فيه فولى، قال: تعال تعال، أنا أقسم مرتبي كل شهر من 3 سنوات نصفه لأبنائي ونصفه لأيتام جاري منذ سنوات ولا يعلم بذلك أحد إلا الله. راتبه 10,000، 5,000 لجاره و5,000 لأبنائه. تستطيعها؟ أخواننا اللي من أمنا وأبونا، ها، لو أخوي يقول حول كل شهر 2000 وبعدين، أقول له بعدين وبعدين شهر وشهرين. أحيانا الإحسان للخلق إما بالشفاعة لهم، إما برقيتهم، إما بإقراضهم، إما بإطلاقهم من سجونهم، إما بعلاجهم، إما بأي نوع من الإحسان، من أكبر أسباب السعادة. وقد كان إمامنا عليه، قدوتنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما يبقي صلى يوما وأهرع أسرع إلى البيت، التفت المسجد. لماذا الحبيب يسرع؟ قال: تذكرت، يعني تذكر ورق دراهم عنده، تذكرها في الصلاة فسلم وذهب مسرعا فتصدق بها، ثم عاد يكمل أذكاره. اللهم ما يريد أن ينساها، تذكر مال يريد أن يتصدق به. أنا لا أقول ادفع كل مالك لغير أبنائك، لا، اللي اجعل لنفسك كل شهر ولو 1000 ولو 100، يسوي استقطاع لهداية، لأي مكتب من مكاتب للإحسان الخيرية، لأي بر من أبواب البر، اجعل استقطاع لو 100 ريال، فإن الإحسان يحفظ الإنسان. صلة الأرحام من أكبر أبواب السعادة، وإذا رأيت إنسانا لا يصل فقد قطع، حتى لو ما بينك وبينهم مشكلة، إذا بينك وبين واحد من أرحامك مشكلة تسببت في القطيعة، هذه يعرض الإنسان نفسه للعنة الله. لكن أحيانا لا، ما بينهم مشكلة، لكن ما يصل من؟ يصل أهل زوجته، ما شاء الله. بعض علاقتنا مع عدلائنا يا أخوان العديل، ها، علاقتنا مع العديل سمن على عسل، وبعض علاقتنا مع إخواننا وأخواتنا متوترة. أي رحم هذه مقلبة؟ إن صلة الإنسان لأرحامه طول في العمر، صلاح للولد، وفرة في الرزق. من منا لا يريد هذا؟ فأسعد الناس من هم أهل الصلة، أهل الصلة والتواصل. حتى لا أطيل بقي دقائق، من أسباب السعادة الزوجة الصالحة. إي والله، خير متاعها الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك من أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيته امرأة ولاجة خراجة كثيرة الخروج، بسواق وقلطات، أو لسانها طويل، أو غضوبة، أو لا تشكره. 20 سنة في الخبر يوديها كل جمعة وسبت للأسواق، اليوم هذا رفض يوديها، قالت: من شفت وجهك ما شفت خير. يا أخي وين راحت 20 سنة؟ هذا هو طبعه، يكفرنا العشير. ولذلك السعيد منا من كانت مؤمنة تقية. ولذلك كيف تكون المرأة صالحة؟ لما تزوج منكم أحبابي، إياك أن تبحث عن صاحبة الجمال والمال والمنصب قبل أن تكون هي صاحبة دين. ذات الدين قرة العين، وذات الجمال بلا دين تقور العين. ولذلك بعض النساء جمالها ليس لزوجها، والدليل إذا جت تطلع مسكرة وكحل وظل وروج وخدود وعطر، وهو عنده
كمون، بصل، بقايا قشر الثوم، تتجمل لغيره لا تتجمل له. ولذلك المؤمنة الصالحة هي التي تستقصي أعلى جمالها أمام زوجها، ولذلك قرة العين الزوجة الصالحة. إذا كنت تزوجت وانتهت لم ينتهي كل أمر. الزوجة تحتاج إلى تربية، تربية يعني برفق، تدعوها للخير، حضور المحاضرات، دور التحفيظ، الدعاء لها، نغير أخلاقنا معها، نكرمها، نتبسم في وجهها، عشقي يا فلانة وأمنيتي أن ألتقي بك في خيمة من خيام الجنة، أمنيتي أن أتجاوز الصراط معا ونلتفت إذا أبناؤنا قد تجاوزوا الصراط معنا ونلتقي على باب الجنة. أسر تربى بهذا السمو والله إنهم سعداء. والتي هي تبكي عشان التنورة ضاقت أو توسعت أو ما ذهبت إلى خالتها أو لزواج أختها أو غيره، أخشى أن يكون الإنسان في عذاب وهو يعتقد أنه في خير. من أسباب الصلاح الابن الصالح، أكبر استثمار. وقبل ما أذكر لكم قصة أحد السلف، رجل من السلف أتى رجل ومعه امرأة، امرأة وهي متخمرة، فقال والدها أنا أريد أن أسافر وابنتي شغفت بك ولصلاحك أريد أن أزوجك إياها. قال ليس عندي شيء. قال هي عندها البيت وعندها الخير، لكن اقبل بها فإني سأسافر أعواما طوال وأريد أن أضعها عند رجل صالح. في موقفه أشهد رجلين وتزوجها. ذهب إلى البيت فلما كشفت كانت تمشي خلفه، إذاها شوهاء عوراء عرجاء قرعاء، ليس بها من الحسن شيء. قال فحمدت الله وسألت الله أن يجعلني خير زوج لها. قال ففتنت بي. طبعا شيخ، وكان الشيخ رجل من أهل الخير ولا ينقصه في خلقته شيء. قال فتنت بي وكانت تغار علي حتى تقول ما رأيك أن تصلي في البيت، لا حول ولا قوة، حتى المسجد ما تبغاه يروح، وكانت تتمسك به. قال فما كشرت في وجهها ولا عبست، ومكثت عندي 14 سنة فماتت. ماتت، والله لا أسأل الله عملا يدخلني الجنة إلا صبري عليها. ونحن والله الحمد ما أتانا من البلاء هذا شيء. أفلا نحسن وندعو الزوجة لأن تكون قرة العين؟ الأبناء من عوامل السعادة الابن الصالح. والأسف يا أحبابي، بعضنا عندما ربى ابنه للدنيا عقه في الدنيا قبل الآخرة. الأنانية اللي نربي بعض الأبناء، ادرس، توظف، اعمل، احفظ، نربي. لا يا أخي الحبيب، أنا أقول ادرس وتخرج وخذ الأول، لكن يا بني الصلاة، يا بني إخوانك أوكل إليه أعمال. بعضنا الآن شوف الشيب في لحيته وهو اللي يشتري اللبن والخبز، صحيح؟ حتى البقالة، الأسواق لا نريده أن يشتري، لا ارتحي بابا. وبعضهم عمره 18 ولا زالت ماما تغطيه. عيب يا أخي، خل الرجال يعتمد على نفسه، الله يجزاك خير، وليكن تستفيد أنت منه. أفضل لذة في الحياة أن يقوم ابنك بخدمتك في أمر لا يقوم به إلا أنت. ما أجملها من حياة، ولو كان عمره 14 ولو كان عمره 16. نعم، دربه على الحياة حتى يخدمك، حتى لو مت يقود الأسرة. بعض الناس مات وعنده 4 أبناء، 4 بنات وأربع بنات. كيف 4 بنات وأربع بنات؟ هما كلهم بنات. تربيته كانت رقيقة لينة غض الإيهاب. أيضا أحبابي، أكبر سعادة في الحياة ليس أن يأتي ابني ولا ابنك بشهادة الدكتوراه في النانو، لا والله، أكبر سعادة يوم أن تراه ساجد في الأرض ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جنة. أكبر لذة ترى ابنك في جوف الليل مختفي بالليل وهو قد توضأ ونصب يديه وقدميه يدعو لك ولأمه، والله إنها الجنة. ربوا أبناءكم على هذه العلاقة مع الله. اللي سيحفظهم ليس أنت ولا أنا، اللي بيحفظهم هو الله. اللي سيرزقهم ليس أنا ولا أنت، هو الله. اربطه بالله جل وعلا، فصلاح الأبناء
صلاح الأبناء جنة، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها الولد ووصف الولد بالصلاح فقال ولد صالح يدعو له. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى وهو سامع الصوت وسابق الفوت، أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا جميعا من السعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة ويوم العرض يا رب العالمين في جنة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم لا تفجع والدا بولده، رد أبناءنا وأبناء المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. واعلم أخي الحبيب أن من السعادة التي لم أذكرها أن يكون لك أب أو أم على قيد الحياة. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجعلنا بررة لهم في حياتهم وبعد موتهم يا رب العالمين. اللهم وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك ساعة يا رب نرجو رحمتك فيها ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو. اللهم يا رب أعطنا ما نرجو، واجعل النداء لنا الآن أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكر الله لإخواننا في المكتب التعاوني هداية، ولصاحب الفضل والفضيلة إمام الجامع المبارك، ولكم يا معاشر الأخيار، ولأخوان الذين رافقوني من مكتب هداية. اللهم آتهم أجرهم مرتين. اللهم أعد علينا رياض الجنة أعواما وأزمنة وأوقاتا مديدة. اللهم آمين. ونحن وأمة الإسلام في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.